نفايات متراكمة وحالة من الفوضى العارمة هو ما أصبحت عليه تاغيت الجميلة بعد انقضاء ليلة رأس السنة. وافدون تركوا خلفهم ما استمتعوا به وتجاهلوا حمله. هذا مكان حوس ماذا بيا الغاشي دي صروحونا الرذاقي غداوني صاك بوبالي السن وكنا جمعنا ثاني إلا شوية الوسخ يعني ميد نروح نفاتد زديقث زين نذكر نويزي قلان ذاكي دي ديوسان الرذاقي حوسن ماذا بينا سير زاتي قاذي دي صروحون زمان تاوني سندي ساك بوبال ان شاء الله ارثوغال ارثوغال العاده. شوف الوسخ هنا كي داير خصي ينقيو شويه الحاله والسياحه باش كاع الناس تكثر ان شاء الله تجي هنايا كاع تحوس والدور. كثبان رمليه تحولت لسويعات لمكب للنفايات بالرغم من ان البلديه قد خصصت اماكنا لرمي النفايات. يجوا هكا هذا العام كيما هكا الوسخ ما كان حتى ما يقولش الدور تاع البلديه قضيه تاع الشعب قضيه تاع الاخر ما الشعب شويه الشعب هو اللي مسخ ما تيصحنا والو من هذه الخدمه غير لابوبال الخدمه وصاي هذا ما كان. تاغيت قبله الكثيرين المفضله وفي غضون وقت قصير تحولت لمكان لا يوحي بكونه سياحي بفضل تصرفات سلبيه لبعض السياح قصدوا المنطقه للاستمتاع براس السنه.